حين يفكر المرء في تعلم قيادة المركبات، تبدأ رحلته في الحصول على رخصة القيادة، حيث تعاني معاهد تعلم قيادة المركبات من الازدحام الشديد وعدم تغطية الطلبات المقدمة، حيث لجأ بعض طالبي التدريب إلى القيام بتجارب شخصية لتعلم القيادة خارج الأماكن المخصصة، مما أدى إلى زيادة الحوادث بشكل ملحوظ. ومع تطور العالم من حولنا وتحول الحكومات نحو الخدمات الذكية والواقع الافتراضي، قمنا نحن في Creative Motion بتصميم وتطوير حل من خلال تقنية العالم الافتراضي، وهو مشروع معلم القيادة الذكي. يتكون هذا المشروع من قسمين: الواقع الافتراضي والجهاز المحاكي، حيث يتكون هذا الجهاز من عدة أجزاء ليصبح محاكياً للمركبة الحقيقية بنسبة 100%. كما تم تزويد مقعد السائق بأجهزة شديدة الحساسية تتحرك حسب حركة المركبة الافتراضية، بالإضافة إلى دقة متناهية، مما يعطي للمتدرب إحساساً كاملاً بواقعية التعليم. كما تم تزويد كرسي المركبة بحزام أمام وعجلة القيادة وناقل السرعات، بالإضافة إلى دواسات البنزين والمكابح، وبالطبع نظارة الواقع الافتراضي التي تنقل المتدرب إلى عالم محاكي للواقع بجميع تفاصيله، وشاشة جانبية تمكن المدرب من رؤية النتائج التي يرسلها البرنامج وتصرفات المتدرب وتقييم أدائه. خطوات التدريب: سوف يتم تعريف المتدرب على كل أدوات المركبة من الخارج والداخل، وبعد ذلك ينتقل المتدرب إلى الجزء الثاني من برنامج التدريب، وهي 10 مراحل لتعليم أساسيات القيادة حسب المعايير العالمية. أما الجزء الأخير من التدريب فيشمل كيفية القيادة داخل المدن وفي الطرقات بكل أنواعها، حتى يصل إلى كيفية القيادة وسط زحام وتطبيق جميع إشارات السير والمرور. أهم مميزات المشروع: أولاً، محاكاته لمدن المملكة العربية السعودية بشوارعها وطرقاتها وكل تفاصيلها. المشروع آمن تماماً بنسبة 100%. يخرج المتدرب من هذه الدورة متقناً للقيادة الواقعية، كما يوفر نسبة كبيرة من تكلفة المدربين والمركبات وصيانتها، ويرفع أيضاً من القدرة الاستيعابية، بحيث يتمكن أي شخص في أي وقت من التدرب عليه. وبعد انتهاء التدريب الافتراضي يعد المتدرب قادراً على تجاوز مراحل التدريب على أرض الواقع بنسبة 85% أو أكثر، وذلك حسب الدول المعتمدة لهذه التقنية مثل كندا. كما أن تطبيق هذا البرنامج يعد خطوة سباقة في تطوير وتطبيق الحكومة الذكية